فضيلة الشيخ يقول: أعلم أن هناك صفتان للغسل من الجنابة، صفة واجبة وصفة كاملة، هل يجوز للرجل إذا اكتفى بالصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون؟ إذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي، فإذا دلكه فهو زيادة تطهر لا بأس. أما الصابون هذا للنظافة، ما هو يستعمل للصلاة، يستعمل للنظافة، إن احتاج إليه يستعمله وإن لم يحتاج إليه يترك. نعم.